السلام عليكم ورحمه الله متابعي الكرام نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبافضل الاحوال الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع مرضى المسلمين هذه هاد الحلقه هذه صغيره وبسيطه غادي نتكلم لكم فيها على القناه ديال الدكتوره حبيبه مطيوط اللي شحال من مره تكلمت لكم عليها ودرت واحد السلسله من الكتاب ديال الدكتوره حبيبه مطيوط وكنت نقرأ لكم اجزاء من الكتاب على الامراض اليوم فتحت القناه وتواصلت معايا وراها رسلاتها ليا غادي نخليها لكم ها هي كتشوفوها هنا دخلوا ليها وشاركوا لانه ان شاء الله غادي تحط فيها بزاف ديال الحوايج مهمين اللي غادي يفيدكم ونتمنى نبقى انا وياها على تواصل وما تنساوش بارطاجيو القناه ديال الدكتوره حبيبه مطيوط واول حلقه هي قصتها مع السرطان شوفوها نتلاقاو ان شاء الله في حلقه الجاية